متعاملون اقتصاديون أجانب مهتمون بالسوق الجزائرية على غرار المستثمرين الأفارقة الذين يبحثون عن فرص الشراكة المثمرة التي تتيحها الجزائر لدعم الاقتصاد الوطني. أتينا لحضور ملتقى الاستثمار للاطلاع أكثر على قانون الاستثمار الجديد وكذا القرارات والتسهيلات الصادرة عن السلطات الجزائرية المتعلقة بالتوجه نحو السوق الأفريقية. نحن هنا من أجل خلق شراكات مع المؤسسات الجزائرية. نماذج لمؤسسات جزائرية نجحت في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال تثمين المنتوج الوطني والبحث عن تموقعه في الأسواق الخارجية. احنا عندنا مشروع رانا درك راهو في طور الدراسه بربي ان شاء الله تاع لو جي بي ال باه نخدموا كيكون اول مصنع لصناعه قارورات جي بي ال سيارات صناعه حديثه. احنا اللي تيد الدراسه شفنا حتى في ايران في كوريا الجنوبيه باه يبدا التصنيع تاعو في الجزائر. تم تسجيل 4651 مشروع استثماري. من بين 4651 مشروع استثماري هناك 90 مشروع استثماري له مرتبط بأجانب. الرؤية الاستشرافية لتموقع المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية وترقية الصادرات هي اليوم تتجسد بفضل دعم ومرافقة الدولة للمتعاملين الاقتصاديين ووضع آليات لتسهيل عمليات الإنتاج والتصدير.